السلام عليكم. في هذه المحاضرة إن شاء الله راح نكمل بمحاضرات الميتابوليزم، والمرة هاي راح نتكلم عن الميتابوليزم of sphingolipids. هلا إيش هم السفينجوليبيدز؟ السفينجوليبيدز بيختلفوا عن الترياسيل جليسرولز والجليسروفوسفوليبيدز إنه الباك بون تبعتهم هو اسفينجوسين مولكيول. طيب هلا معاهم فاتي أسيد مولكيول اتاتشد مع الباك بون، واكيد راح نتكلم عن السينثيسيس تبع السفينجوسين. ففي عندنا فاتي اسيد، زائد في عندنا هلا نوعين من السفينجوليبيدز. في سفينجوليبيدز هم عباره عن فوسفوليبيدز از ويل، بس اجين الباك بون مش جليسرول مولكيول، لا هو سفينجوسين، فعشان هيك اسمهم سفينجوفوسفوليبيدز. اوكي هون عندنا ما في الا مولكيول واحد بس اللي هو السفينجوفوسفوليبيد، اللي هو اللي اسمه سفينجوميلين، اللي هو عندنا فوسفيت جروب مع كولين. طيب وفي عندنا another type of او another class او subclass of sphingolipids، انه بالاضافه للسفينجوسين باك بون والفاتي اسيد عندنا at least one sugar molecule بيكون attached مع السفينجوسين. لاحظوا انه ما في phosphate group، فراح اتكلم عن السينثيسيس لهي المولكيولز all together. نطلع على structure تبع السفينجوليبيد again، يعني different looks of the same molecule. فعندنا هاي السفينجوسين مولكيول، هذا هو السفينجوسين مولكيول. لاحظوا انه على هذا الكربون right here اللي هو كربون نمبر 2 في عندنا an amino group right here attached to it we have the fatty acid molecule. The sphingosine molecule part of it انه عندنا alkene group. طيب عندنا alkene group. وبعدين على carbon number 1 we have the head group اللي ممكن تكون phosphocholine او انها تكون sugar molecule. طيب فهيك احنا بنميز الفوسفوليبيدز عن الجليسروفوسفوليبيدز، السفينجوليبيدز عن الجليسروفوسفوليبيدز، والسفينجوليبيدز عن بعض. فإما يكون عندنا فوسفوكولين هذا اللي اسمه سفينجوميلين، أو ممكن يكون شجر مولكيولز، ممكن يكون سينجل، ممكن يكون داي ساكرايد، أو ممكن يكون أوليغو ساكرايد، زائد إنه بعضهم في سولفيد جروب أز ويل اللي اسمهم سولفاتايدز. طيب خلينا نشوف احنا synthesis of sphingomyelin at first. نتكلم عن synthesis of sphingomyelin. Actually, production of glycolipids as well. لأنه initially the first few reactions apply لهذا وهذا. ف we start with a condensation reaction ما بين palmitoyl coenzyme A and serine. طيب عندنا condensation reaction resulting in the production of sphinganine. طيب هذا reaction بما انه احنا عمالنا نتكلم على condensation of two reactions energy is needed and energy comes from two sources. الاول هو the decarboxylation reaction, the release of CO2 هذا بيعطي energy, and the second one here the release of the coenzyme A اللي موجود عندنا على palmitoyl coenzyme A. ماشي. This requires as well oxidation of NADPH, reduction of the molecules. وبيطلع لنا هذا الـ precursor. طيب يعني كل هاي الـ information are nice exam questions. بعدين بنحول السفنجانين إلى سفنجوسين. ماشي؟ And this requires the desaturation of this bond right here. فبما انه بنتكلم على oxidation لازم اشي يصير له reduction، والreduction هو لل FAD بتحولها FADH2. صار عندي desaturation right here. طيب هذا هو السفينجوسين. فالفرق بين السفينجانين والسفينجوسين هي الدبل بوند اللي موجودة عندنا هون. زائد بصير بنفس الرياكشن صار في skipping reaction اللي هي attachment or condensation of a fatty acid molecule. فالprecursor هو fatty acid coenzyme A. Remember the fatty acid لازم يكون activated وبتصير له activation by binding to coenzyme A all the time.
فلما يصير في attachment لهذا الفاتي أسيد molecule بيصير عندنا المولكيول اللي هو السيراميد. إذا السيراميد هو عبارة عن الفاتي أسيد molecule هذا أوكي زائد السفينجوسين. والفرق بين السفينجوسين والسفينجانين هي الدبل بوند اللي موجودة عندهم. طيب this applies للسفينجوميلين والجلايكوليبيد. عشان نعمل glycolipids او سوري عشان نعمل sphingomyelin صار عندنا reaction للسيراميد مع الفوسفاتيدلكولين فوسفاتيدلكولين. فصار عندنا الكولين هياته موجود عندنا هون مع الفوسفيد جروب. So this is sphingomyelin. That's the only sphingophospholipid. اذا طلعنا على المولكيول actually راح نشوف انه هو مكون من ايش. أول شيء palmitate زائد سيرين صار عندنا الساتوريشن أو sorry desaturation فصار عندنا sphinganine molecule بدون desaturation هو صار عندنا اللي هو sphingosine. إذا ما صار في desaturation right here اسمه sphingosine. نعيد sorry إذا صار في دي ساتوريشن عندنا الدبل بوند هو سفينجوسين. إذا ما في دبل بوند بيطلع سفينجانين. بعدين شو في عندنا؟ بعدين لما نحط الفاتي أسيد مولكيول صار اسمه سيراميد. أوكي؟ I hope it's clear. على أي مولكيول لازم يصير له turn over. Turn over يعني إنه تبديل، يعني إنه لازم إنه يصير له degradation. طيب فال removal of sphingomyelin خصوصا لما نتكلم على nerve tissues is catalyzed by an enzyme known as sphingomyelinase. Sphingomyelinase بحول لي ال sphingomyelin الى سيراميد. اوكي لما نشيل احنا اللي ايش لما نشيل ال phosphorylcholine molecule. هلا deficiency of sphingomyelinase results in the formation of a بصير عندنا disease اللي هو Niemann-Pick disease. Niemann-Pick disease it's a rare disease لكن it affects the nervous system. فإلا يكون في عندنا intellectual disability okay retardation mental retardation زائد liver and spleen would be enlarged as well. ليه؟ لأنه عندنا ال macrophages would keep on eating the sphingomyelin بس ما بصير له degradation inside macrophages. This disease is common among Ashkenazi Jews. Ashkenazi Jews اللي هم مين؟ اللي هم اللي عايشين بأوروبا وأمريكا. أوكي؟ ليه؟ لأنهم كانوا محجوزين بالجيتوز بالسمول كوميونيتيز فبتجوزوا من بعض فالريسيسيف ديزيزز بتبين عندهم as a result of that. اليهود الشرقيين زي العرب بسموهم سفرديم. اوكي هلا نتكلم على الجلايكوليبيدز. شو هم الجلايكوليبيدز؟ جلايكوليبيدز بيسكلي انه يكون عندنا السفينجوسين او عندنا السيراميد ومنحط عليه بدل الفوسفورالكولين بنحط عليه الشجر مولكيول. هذا فالسيراميد هو البريكرسر. طيب والاتاتشمنت بتكون عن طريق الاو جلايكوستيريك بوند. شو يعني او جلايكوستيريك بوند؟ انها على الاو اتش جروب اوف ذا شجر. اوكي؟ دي جلايكوستيريك بوند. هلا هذول بيكونوا الجلايكوليبيدز on the extracellular surface important للadhesion, important للrecognition, immune recognition, important للsignaling as well. طيب هلا with two fatty acids اللي هي الhydrocarbon chain تبع الفاتي اسيد وتبع السفينجوسين اللي اجى من palmitoyl coenzyme A هم اللي بيكونوا inserted inside the plasma membrane لأنهم of course hydrophobic. هلا في عنا different types of glycolipids depending على نوع وعدد الشجر molecules اللي بتنضاف على
السيراميد. ايش هم الانواع الثلاث للجلايكوليبيدز؟ النوع الاول اللي اسمه سيريبروسايتس. طيب سيريبروسايتس، السيريبروسايتس هم ذا سمبلست بيسكلي، وعندنا نوعين. النوع الاول انه يكون عندنا جلوكوز او جالاكتوز، يا هيك يا هيك. فبكون عندنا جلوكوسيل سيريبروسايت او جالاكتوسيل سيريبروسايت. النوع الثاني لما يكون عندنا two sugars or more، two sugars or more، هذول بنسميهم globocytes. فعندنا oligosaccharides، remember إنه oligo معناته short chain. An example lactosyl ceramide. Lactosyl ceramide إنه في lactose اللي هو مكون من glucose زائد galactose، هاي glucose زائد galactose. هلا أبسط شيء هو اثنين، اوكي، ولكن ممكن يكون اكثر من اثنين. الثالث اسمه جانجليوسايدز. اوكي، هون الجانجليوسايدز هو زي الجلوبوسايدز، في العاده بكون في اثنين، في بعض الاحيان بيحكوا في بعض الريسورسز بيحكوا ثلاثه او اكثر، لكن لازم يكون مع الشوجرز سيالك اسيد او اللي اسمه ان اسيتيل نيورامينيك اسيد. اوكي، سيالك اسيد او اسيتيل نيورامينيك اسيد. هلا هذا ايش الكاركترستيك تبعته؟ انه هو اتس ا تشارج مولكيول، ات فيزيولوجيكال بي اتش بكون تشارج مولكيول، هذا السيالك اسيد ذات از بكون تشارج مولكيول. هلا بعض الجانجليوسايدز بكون معاهم سولفيت جروب، هذول بسميهم سولفاتايدز. سولفاتايدز، اوكي، ان اكزامبل از رايت هير، السيراميد مع السيالك اسيد والسولفاتايدز. Alright. لاحظوا كمان الاسماء انه هدول الموليكيولز موجودين اكثر شيء بالسنترال نيرفس سيستم. ممتاز. هلا كويكلي عشان نعمل احنا السولفاتايدز، نبلش من السيراميد، جالاكتوسيل سيراميد، وبعدين بصير في اضافه لل سولفيتد شوجر. اوكي، او بصير في سولفيشن للشجر مولكيول. نتكلم شوي اكثر عن الجانجليوسايتس. هلا في عندنا نيمينج سيستم للجانجليوسايتس، وهذا النيمينج سيستم شويه بخربط شويه، انه هو مش مظبوط او يعني صعب خلينا نحكي. هلا هذول الجانجليوسايتس they are designated as G، فالمولكيولز راح يكون عند المولكيول حرف الجي بمعنى انه هو جانجليوسايت، followed by a subscript. جاي هيك لتحت. Subscript ممكن يكون M أو D أو T أو Q depending على number of sialic molecules. طيب M لا مونو، واحد. Di, tri و quattro. فعندنا إذن أربعة أنواع بناء على number of sialic acids. بعدين عنا a number برضو subscript اللي بيبين فيه عدد الشجرز، لكن the rule is انه العدد لازم يتنقص من خمسة. فاذا كان مثلا خمسة ناقص واحد معناته انه في four sugar residues، خمسة ناقص ثلاثة معناته انه في two sugar residues. فاحنا مثلا نطلع على هذا، اوكي، ايش مع ايش عندنا هون؟ جي دي جانجليوسايد، داي تو سيالك اسيدز، هاي اثنين، بعدين واحد اللي هو معناته انه خمسه ناقص واحد يعني في فور شجر مولكيولز، واحد اثنين ثلاثه اربعه. شوفوا هذا جي ام 2 جي جانجليوسايد، ام مونو 1 سيالك اسيد، 2 خمسه ناقص اثنين يعني في 3 شجر مولكيولز. ليش هيك عملوا؟ ما حدا يسالني. So هذا النيمينج سيستم. مثلا انا عندي هذا المولكيول، هاي عندنا السفينغوسين مع الستيريك اسيد اللي هو الفاتي اسيد بيكون اتاتش على الكربون نمبر 2، بعدين عندنا المولكيول. هلا فاذا كان عندي هي وفي سيالك اسيد، طيب في 1 سيالك اسيد، اذا هو جي ام مونو 1 سيالك اسيد. بعدين اذا كان عندي two sugar molecules بكون GM3، 5 ناقص 2 يساوي 3، إذن 3 two sugar molecules.
GM2 5 ناقص 2 3 يعني في 3 sugar molecules فصار GM2 GM1 5 ناقص 1 بعدين في letters واشياء تانية وهل ممكن يكون في 5 sugars or more yes بس you know what don't worry about it بس يعني هذا هو the naming system it's a bit complex لكن that's how it is في حال انه درستوا neuroscience أو neurology in your lifetime يعني if you specialize in neurology you would know that كيف بصير synthesis لglycosphingolipids أول إشي إنه synthesis بصير بالGolgi apparatus هذا واحد تنين الenzymes المسؤولة عن synthesis اللي هي الattachment of sugars لا السفينجوليبيدز هي للباكبون يعني السفينجوسين هي اسمها glycosyl transferases لازم الشجرز يكونوا activated كيف الفاتي أسيدز بكونوا activated الشجرز برضو لازم يكونوا activated وبكون activated with the attachment of UDP مع هاي الشجرز طيب هل طب والسولفيت جروب السولفيت جروب is added by a donor كيف بالفوسفوليبيد جليسرول فوسفوليبيدز حكينا انه عندنا دونر اللي هو الاس ادينوزيل ميثايونين دونر للميثيل جروب برضه في دونر للسولفيد جروب والدونر هو اسمه PAPS او 3 فوسفو ادينوزين 5 برايم فوسفو سولفيت هذا هو الدونر هذا اللي بيعمل السولفاتايدز اذا Summarize to summarize synthesis. احنا بنبلش بالسيراميد. السيراميد إذا ضفنا عليه الفوسفاتيدل كولين بصير عندنا سفينجوميلين. Okay. ممكن نضيف UDP galactose أو UDP glucose. فبصير عندنا الجلاكتوز سيربروسايد أو جلوكو سيربروسايد. Note إن السولفاتايدز are synthesized from galacto cerebrosides. Okay. Exclusively. بعدين إذا حطينا 2 or more UDP sugars بصير عندنا globocytes هاي الglobocytes إذا ضفنا عليها السيالك أسيد بصير عندنا gangliocytes طبعا it gets more complex as a يعني as a consequence of that هلأ برضو بصير في عندنا turnover للsphingolipids Okay. Removal, turnover, removal of or renewal للسفينجوليبيدز وبتصير العملية بما انهم موجودين على السيل ميمبرين بصير في internalization of the sphingolipids, the glycolipids specifically إلى داخل السيلز إلى الاندوزومز, early endosomes بصير لها maturation للate endosomes, late endosomes بصير لها maturation للايسوزومز والهيدروليتيك انزيمز اللي موجوده باللايسوزومز هي اللي بتعمل الديجريديشن هلا the removal of the sugar molecules اذا بنتكلم احنا عن الجلايكوليبيدز removal of the sugars بصير sequentially شو يعني in sequence كيف احنا لما تنضاف الشجرز على السفينجو على السيراميد بتنضاف حبة 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 مش ثلاثة هيك مرة واحدة حبة حبة برضو الاديشن اذا هو sequentially يعني in sequence degradation برضو بكون sequentially as well لو عندنا مشكلة بالdegradation of these glycolipids راح يصير في عندنا what is known as lysosomal storage diseases هذه انه basically accumulation of the substrate لانه مش عمال يصير له degradation فبصير في accumulation بصير في enlargement of the macrophage cells وطبعا بصير mental retardation بالcentral nervous system as well. ف just to emphasize على البوينت تبعتنا انه synthesis او with degradation بصير sequentially فلو عندنا احنا ceramide مع sugar molecules وبعدين في عندنا السيالك acid فبصير في عندنا البيتا جالاكتوسايديز ايش بده يسوي راح يشيل الموجود اخر واحد بالسيكونس فالجالاكتوسايديز بيشيل الجالاكتوس طيب بعدين عندنا انزيم ثاني اسمه هيكزوز امينيديز هيكزوز امينيديز هيكزوز لانه عندنا جالاكتوز لكن معاه ايش
مع ال ال it's an acetyl galactose amine ف بيشيل ال the modified sugar. اوكي بعدين بيجي انزيم ثاني مسؤول عن removal of the sialic acid اسمه neuraminidase بيشيل ال sialic acid and so on. طيب طب احنا ايش الانزيم اللي راح يشيل هذا المولكيول؟ هلا راح نشال الجلاكتوسايدز راح يشيل هذا الجلاكتوز. الانزيم اللي راح يشيل هذا الجلوكوز مولكيول اسمه جلوكوسايدز. اللايسوزومال ستورج ديزيزز انواع كولكتيفلي اللايسوزومال ستورج ديزيزز اللي هي related to the problem of deficiency in the removal of the sphingolipids اسمها sphingolipidosis. فهدول sphingolipidosis disorders related to the defective degradation of sphingolipids فبصير accumulation of this substrate. احنا عمالنا بنحكي على ايش؟ بنحكي على انه sequential degradation. substrate اللي راح يكون فيه الانزيم اللي مش عماله ينشال اللي بيكون فيه سوري الشجر اللي مش عماله ينشال هذا راح يصير له accumulation. The disease, the disorders are progressive, so with age they become more and more severe. They can be fatal and they are in general autosomal recessive disorders. Okay, ما عدا disease اسمه Fabry disease هذا X-linked. فهذا you need to memorize it. They are rare diseases لكن in general في عنا diseases that are common يعني more common than usual بس still they are rare مثل ال Gaucher disease with Tay-Sachs disease with Niemann-Pick disease برضو هدول diseases by the way are common among Jews. فإذا الله هيك فتح عليكم رحتوا على أمريكا راح تشوفوا انه الجوز وخصوصا بامريكا وباوروبا as well لكن بامريكا اكثر راح تشوفوا انه هدول الجوز عندهم هدول الديزيزز غوشر وتيساكس ديزيز ونيمان بيك ديزيز they are more common than the normal or regular population. هلا genetically speaking هدول الديزيزز ممكن انهم كمان يصنفوا الى هلا هم هيتروجينيس. طيب هيتروجينيس ايش يعني؟ انه بكون تنين عندهم نفس الديسوردر لكن راح نشوف انه عندهم نفس الديزيز غوشر ديزيز فور اكزامبل لكن السيفيريتي كان بي ديفرنت الفينوتايب كان بي ديفرنت. طب ليه في عندنا هيتروجينيتي؟ قسموهم الى نوعين اللي هم بيسكلي انه اما يكون الليلك هيتروجينيتي او لوكس هيتروجينيتي. شو يعني الاليل؟ ايش هو الاليل؟ الاليل هو the type of gene او the type of mutation بهذا الجين. So basically اذا جينا حكينا والله عندنا اي كولر جين اوكي الكل عنده الاي كولر جين لكن there are different alleles of that gene عندنا different types of that gene. اوكي يعني مثلا واحد عنده the green allele انه green eye color gene في عنده the green allele واحد عنده the blue allele واحد عنده the brown allele واحد عنده the hazel allele and so on يعني different colors ده نفس الشيء different genes او different alleles نوع انواع مختلفة بنفس الجين. طيب فهذا احنا بنسميه الليل هيتروجينيتي. فبنشوف انه اثنين عندهم غوشر ديزيز لكن هذا الديزيز عند الاثنين is caused by different mutations بنفس الجين. ففي بمعنى انه في نوعين مختلفين من هذا الليل للجين اللي بيعمل لنا الغوشر ديزيز. طب واللوكس هيتروجينيتي؟ لوكس بمعنى انه position locus بمعنى position بمعنى انه there are different genes causing the same disease totally different genes causing the same disease. ما بنحكي على alleles بنحكي على انه different genes causing the same
syndrome, the same disease. فاللوكس heterogeneity basically إنه عنا different genes, gene 1 mutation أو gene 2 that is mutated causing the same disease. الallele heterogeneity إنه هو نفس الجين, okay, gene X وجين X لكن different mutations, okay. هذا بيسبب إنه إحنا عنا heterogeneity, different phenotypes, different severity of the same disease in different individuals. هلا هذا متاخد من كتاب ليبنكوت, وبيسكلي احنا عندنا السيكونس اوف ميتابوليزم اوف سفينجوليبيدز, وعندنا ديفرنت ديسوردرز. ما راح نتكلم على كل الديسوردرز اللي موجوده عندنا هون, فاحنا بنبلش, خلينا مثلا نطلع عليها من تحت. احنا عندنا السفينجوسين, السفينجوسين بنحوله الى سيراميد. كيف؟ نحط عليه الفاتي اسيد مولكيول على كاربون نمبر 2. السيراميد بيصير له ديجريديشن عن طريق انزيم اسمه سيراميدايز. خلينا نعمل بس زوم ان هيك سريع, نعمل زوم ان سريع. وين الزوم ان؟ فيش زوم ان هون. وين الزوم ان؟ ما في زوم ان. طيب ماشي, تو باد. طيب فعنا again, عنا regards sorry, فعنا السيراميد بيصير له degradation عن طريق انزيم اسمه السيراميدايز, بيطلع لي سفينجوسين. السيراميد ممكن نحط عليه الفاسفورال كولين. الفاسفورال كولين بيحول السيراميد الى سفينجوميلين. سفينجوميلين زي ما حكينا earlier انه بيصير له degradation عن طريق سفينجوميلينيز, بيرجعه الى سيراميد. وحكينا على هذا الديزيز نيمان بيك ديزيز, انه عندنا ديفيشنسي اوف سفينجوميلين, فبصير في accumulation of the substrate اللي هو السفينجوميلين. هلا السيراميد as well ممكن احنا نحط عليه sugar, glucose for example, فالجلوكوسايدز ممكن يشيل هذا الشجر, بيرجعه الى السيراميد. هلا ممكن نحط عليه كمان شجر, لاكتوزل سيراميد, نحط عليه جلاكتوز, فالجلوكوز مع الجلاكتوز, الجلوكوز مع جلاكتوز صار لاكتوز, فهذا ممكن برضو نشيل الجلاكتوز عن طريق الجلاكتوسايدز, فبتحول الى جلوكو سيراميد. طيب and so on, ممكن نحط سيالك اسيد, ممكن نحط كمان شجر and so on. There are different enzymes working on different substrates. Deficiency of these enzymes can happen. Rare, but they can happen. أنا بدي أركز على إيش؟ أنا بدي أركز على ثلاث diseases. زائد الفابري disease اللي قلنا إنه هو X-linked. الأول disease هو Tay-Sachs. ليش؟ لأنه زي ما حكينا هدول شوي more common, مع انهم رير, more common than the other disorders. فعنا Tay-Sachs disease. هون راح يصير في عنا accumulation of gangliocytes اللي هو GM2, الgangliocytes اللي هو again عنا sialic acid, so it is a gangliocyte. Okay. ليه GM2؟ لأنه في 3 sugars. عنا 3 sugars. 1 2 3. طيب. فالال enzyme that is defective هو الهيكزوأمينيدايز A. الهيكزوأمينيدايز A شو بده يشيل؟ بده يشيل اللي هو الجلاكتوز اللي مع الأمينو جروب. طيب هلا واحد. الثاني هو الجوشر ديزيز. الجوشر ديزيز في عندنا مشكلة بالجلوكوسيربروسايدايز اللي راح يشيل الجلوكوز عن السيراميد. اوكي, فالمولكيول هو الجلوكوسيراميد. طيب فالجلوكوسيربروسايدايز او سوري جلوكوسيربروسايد, فالجلوكوسيربروسايدايز هو راح يشيل الجلوكوز عن السيراميد. That what causes Gaucher disease, فبصير في accumulation of the glucocerebroside. طيب again mental retardation. هذا الثاني. الثالث هو الفاربر ديزيز. هون الفاربر ديزيز deficiency results from deficiency of ceramidase اللي راح يشيل الفاتي اسيد عن السيراميد, فراح يصير في accumulation of ceramide. Again يعني I don't care much about the phenotypes,
او diagnosis, except that I need you to know what the enzyme is, what the substrate that accumulates is, and what the product, the final product is. طيب, كيف بيصير في diagnosis? Well, diagnosis takes place by measuring enzyme activity, and this can happen by taking a biopsy. إنه ناخذ الفايبروبلاست من ال patient أو leukocytes from a blood cell basically, and the enzyme activity can be measured. الثاني هو actually by analyzing the DNA. فناخذ ال DNA من شخص من a few cells من ال patient, and we can do PCR, we can do DNA sequencing, نشوف إذا ال gene is mutated or not. The treatment. Well, there is really no effective treatment. Bone marrow transplantation can be implemented للناس اللي عندهم Gaucher disease. Some people think of doing enzyme replacement therapy by giving the patient by doing gene therapy basically, so that the enzyme would be synthesized again in patients. Or substrate reduction therapy. So, people with Gaucher disease can be given pharmacologic reduction of, can be given treatment to reduce less glucosyl ceramide in patients, in these patients. Okay? Wa Allah ma'akum.